السلام عليكم، معكم الفنانة أميرة قصري، فنانة مغربية عايشة في بلجيكا. بديت الفن وأنا مش عنقول لكم راه ملي كنت كنحبو، وديك الموهبة كانت عندي من الصغر ديالي الحمد لله. سقلتها في المعهد الثقافي على يد اساتذه اللي منهم ماتوا من الله يرحمه ومنهم مازالين. أميرة قصري اللي ما كتعرفش مستحيل، عزيز عليا التحدي، عزيز عليا الاجتهاد، عزيز عليا الحاجه اللي هي صعيبه باش كنذوق الحلاوه ديال 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 النجاح. ما كنبغيش ناخذها سهله. الاستاذ ديالي اقترح عليا نمشي للخليج، قال لي عندك صوتك طربي، ما نكذبش عليكم انا متشبته بالتمغربيت ديالي والتجبليت ديالي، وكندافع على التراث المغربي الاصيل ماشي فقط في بلجيكا وانما في العالم. راني غنيت حتى في بوليود بومباي، غنيت في اثيوبيا، غنيت في باكستان في كراتشي، غنيت في الهند كما قلت لكم، غنيت في لندن، يعني في جميع فنانه عالمي. على هادشي كتلقاي كاين بزاف اللي كيعرف اميره قصري، وكاين بزاف اللي مازال ما كيعرفش اميره قصري. كنقول المغاربه الفنانه اللي كيبغي يمشي يصور في البوليود راه ماشي ساهل، راه خصكم على الاقل تمشيو قبل بواحد دو موا وتاخذوا لوتوريزاسيون، سيتو لا بغيتو مثلا تصوروا في تاج محل، لان راه ماشي ساهل، لان راه كيطلبوا تعويضات، لان تاج محل فاش كتدخلي اصلا كتخلصي الا كنتي داخله غير سائحه، وتاج محل راه بحال نقولوا شتي الديوانه فاش كتدخلوا، ندخلوا الديوانه ما بين السبته والاسبان، المغرب والاسبان كيبقاو يقلبوا، يعني لا تكوني غير سائحه غير عاديه، فما بالك باش تدي الطاقم وتدخلي تصوري، خاص يعني اجراءات بزاف. اما لا بغيتي مثلا تصوري برا ولا هذه، هذيك الساعات هذيك كتسمى حاله عاديه، اما تاج محل في الداخل سي تري ديفيسيل. والحمد لله من الرغم تحدينا، لان انتم كتعرفوا المراه المغربيه مي كدير شي حاجه في راسها راه كتوصلها، كتوصلها باي كان، والحمد لله كانت تجربه ناجحه جدا. ومازال ان شاء الله غادي نرجع، وعندي فيلم مع جافيد عبد الرحمن خان، مازال ان شاء الله، وكما قلت لك عندي مسرحيه مع الفنانه الكوميديا الرائعه اللي كنعتبرها عادل امام ديال المغرب، كريمه وسط، انتجت لها مسرحيه زوينه بزاف اللي المخرج ديالها هو الفنان والمخرج كذلك الرائع ادريس الروخ، اللي غادي تكون ان شاء الله مفاجاه للجمهور المغربي. ومن هاد المسرحيه غادي تعرفوا القدرات ديال الفنانه كريمه وسط، لان كريمه وسط للاسف هي فنانه ماشي شكلا انما داخليا. للاسف الشديد كاينه بعض المغاربه واللوبيات يعني اللي هاجموا كريمه وسط وقالوا مي كانت غليظه كانت، علاش كاين الدور غير العيل الغلط؟ اذا حنا خصنا الفنان نجيبوه غير باش نستهزئوا به بطريقتنا باش نضحكوا، ما كاينش دراما، ما كاين ماشي غير تراجيديا، راه كاين بزاف الدولات اللي تاخذ بيد هاد الشباب وهالطاقات وهاد المواهب باش يبدعوا باش هذا. تبارك الله علي، لا كريمه كتكملي لي على هذا. هي جات واش وقع السلام عليكم، انا كنستاسيوني عاد نبوسك. مرحبا لالا، مرحبا. كيجيك لبيسه واخا من ذوقك ومن اختيارك الجميل. شكرا، صحتك يا لالا. لو روج كي بوج. خصكم تعرفوا باللي انا خديت انا غادي نبقى يعني ديجا هذه راه صافي تقريبا سنتين تقريبا خديتها، سنه ونص شهور تقريبا ونصف. شوف حنا راه ديما كنزيدوا واحد 6 شهور ديما خصنا الحاجة ملي كتبغي تفيقني كنت صغيرة كتكون يلا 8 كتقولي 10 نوضي راه 10 ايوا شنو ملي كنمشي كنلقى يلا 8 كنقول الحاجة راه دايما كنزيدوا شي زيادة ضروري خصك. تبارك الله عليك، اختاريت ستيل ديال هي اش تهلت فيها في الشوكولاط، علاش؟ لان مشينا لنقطة الضعف، كتقولوا خصكم كريمة غليظة وهي دابا زادت 10 كيلو بياس ها هي 10 كيلو تزادت. الدكتور ديالي عيشة غابيتون، رانا
خالفت شويه ديال القانون ولكن ماشي مشكل غنرجع ثاني الرياضه. راه كنديروا الرياضه على الصباح ملي كتجي الاخت اميره قصري لبلدها الحبيب، كتجي كدير واحد الفتره ديال المسرح وديال الرياضه ديال الجميع الراحه فيها كل شيء. كندير واحد الوقيته كنديروا شويه ديال الرياضه والسبور. السبور راه لا دابا غنقطع لك السبور. علاش؟ لا الخدمه دابا ما نقطع لك سبور، لان كيما زدتي دابا تبارك الله 10 كيلو اللي زدتي على حسب السنه اللي فاتت. اه دي كيلو ايوا دي سي 10 ايوا هي هذيك. اش واقع؟ تحيه لي الشرف انني نكون مع صديقتي واختي والانسانه قبل من الفنانه، الانسانه قبل من الفنانه وطيبه، وماشي تنقولها مجامله، وكت كت 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 كتشد بيد الناس، ماشي كان يعني تتعاون مع شباب اللي الموهوبين اللي يلا طلعوا راه في المواقع التواصل الاجتماعي ولا في الفيسبوك ولا كل شيء كيتكلم على اختي اميره قصري، لان الاعمال الخيريه او لهاد سميتو كديرهم الله في الميزان. لا لا انا كنقول الواقع، انا بدون مجامله بدون، انا كنقول يعني الكريمه وسط اللي كتقول على اميره قصري الانسانه، ماشي لان اميره قصري قبل ما كتنطق مع 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 الانسان دموعها كيسبقوا قبل الكلام ديال يعني القلب ديالها احساس عندها قوي بشكل ماشي زعما كنجاملها، وتستحقين كل خير، وهذا شرف لي كبير انني نكون مع اختي فعمل اللي تفكرتني ودائما هي كتفكرني، واحتراماتي للفنانين الاخرين ماشي انا ضد اصدقاء ديالي، ولكن انا بغيت يسولوا في كريمه وسط ويسالوا عليها واش كاين شي جديد، حيت كريمه وسط ماشي ولو تغيرت شكلا مضمونا باقا، كريمه وسط مازال في الاوج العطاء، يعني انا ماشي هدمت ولا الحمد لله مازال العاطي يعطي وان شاء الله. وحنا ولا يهمك راه جايين خدامي مصاب وجدي لي على صحتك على الله. شكرا انا خدمي راسك بيدك، انت راه تخدمي الفنانه راه ما شاء الله عليك، انت ما محتاجاش واحد اخر يخدمك، لانك انت اصلا راكي مدرسه، ماشي كنقولها لك يعني راكي مدرسه، مادام انا جيت لان ماشي انا اللي هدرت عليك، هضروا عليك قسما بالله هضروا عليك ناس اللي كيعرفوك ماشي حتى في المغاربه، وقالوا هذيك الفنانه راه عندكم مدرسه، ولكن خساره ما استغليتوش الفن ديالها، مشاولك للشحمه حيت كانت غليظه، هذا ماشي مبرر، هذا ماشي مبرر، على هذاك الضعيف ما عنده شي حق يبدع؟ علاش مي كتكون غليظه شكون اللي كيتكلم الشحمه ولا الفم؟ راه الفم باقي بلاصتو ياك مازال القلب معلوم باقي بلاصتو. ديري شهيتي صبرت تمدي لي شوكولاته عسوكتي. عارف الشوكولاته اختي نعطيوها الشوكولاته على لا جيبي جيبي الشوكولاته. هو العمل المسرحي اللي غادي اللي كنتجاج بالانتاج المدير بعد العمل ديالي اللي كنشكروا سي ملك خان اللي كنحييهم بزاف في الديار البلجيكيه، في اللي كنقول لهم شكرا لكم على دعمكم وعلى والفضل دائما كيرجع للاخت اميره قصري الفنانه ديالنا اللي كانت الفكره ديالها من تاليف ديالها ومن يعني دارت واحد المجهود باش تدير واحد المنتوج لبلدها الحبيب وبلادنا، لان شي حاجه بغات ديرها للمغرب كيشرفنا كنعيشوها وحنا كنعيشوا هذا الموضوع اللي غادي تشوفوه ان شاء الله، وهذا العمل المسرحي اللي غادي تشوفوه كيعالج يعني شي حويجات الحضاره بزاف، وكنتمنى يا ربي نكون حسن الظن ديالها هي بعدا والجمهور المغربي يشوف كريمه وسط وحسن الظن ديالهم، لان
وبالنسبه للاخراج هذا كيشرفني انني صديقنا والفنان المقتدر دريس الروخ اللي غادي يكون الاخراج ديال هذا العمل المسرحي، واللي كنوجه ليه بعد التحيه والتعازي في الام ديالو اللي كنقول ليه الله يرحمها ووسع عليها ويعطيك الصبر والسلوان لكل العائله الكبيره والصغيره، وحنا معاك مجندين اخي وصديقي الفنان المقتدر دريس الروخ. هذا السؤال هذا فعلا كيسولوني العديد والعديد ديال الناس، كيشبهوني بسميرة توفيق، لان الوالده ديالي كانت كتموت عليا فاش كانت حامله بيا، فعلا كانت كتقول الوالد ديالي جيب لي ديك الكاسيت ديال الفيديو ديال الاغاني ديالها، وكتبقى النهار كامل تشوفها. وفعلا فاش بديت كنكبر بدات الملامح ديال سميرة توفيق كتبان على 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 وجهي. انا أميرة قصري، تحيه كبيره للفنانه سميرة توفيق. غير هاد الظاهره هادي دائما كيقولوها لي حتى في المحافل، كنجلس مع سفراء يعني من الاردن ولا من سوريا ولا من هذا فلسطين، يعني كيقولوا لي كتشبهي الفنانه الله يطول لها في العمر. الصعوبات اللي كنلقى هنايا، الغريب في الامر الحمد لله اللي عندي واحد الدخل، يعني عندي البيزنس ديالي اللي كنعيش به في اوروبا. المشكل اللي هنا ماشي غير في الفن، كتلقى لوبيات، كتلقى وحده ما عمرك ما هضرتي معاها، ما عمر ما عندي معاها حتى شي حاجه، كتلقاها تهز التليفون وتحرش عليك، يعني خساره. كنشوف انا غير ماشي غير في الفن، كنشوف غير مثلا نبغي نشري شي حاجه من شي حانوت، كتلقى هذاك الحانوت كي غير من الحانوت اللي قدامه. راه خصني نقول لكم واحد القضيه، باللي الشمس ديال الله سبحانه وتعالى راها كتشرق على الامه كلها، ماشي فقط حتى ماشي فقط على المسلمين. وان كتلقى فنانه ديك الشيء كيكون فيها هي، ومي كتخاف على السمعه ديالها كتهز ديك الشيء كامل وكتحطو على وحده اللي هي شريفه عفيفه اللي كتعتمد على راسها. علاش انا نجحت في الديار البلجيكيه؟ علاش وليت امرأة اعمال في بلجيكا؟ علاش نجحت؟ لان هذوك الناس ما عندهمش هاد الصراعات اللي عندنا حنا هنا. كتمشي تخدمي كيساعدوك، ما كتلقايش اللي عرقل لك، كتمشي تهزي شي ورقه كيقول لك وي حقك. هنا لا، هنا للاسف الشديد الناس كتعاطى بزاف المسائل، اولا اللي غير قانونيه، ثانيا اللي كتغضب الله سبحانه وتعالى، وثالثا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما نقول لكمش أنا أميرة قصري، راه أنا بالنسبة لي أنا ماشي ما كايناش، راني كاينة وفرض الوجود ديالي، لأن باش تبقى فنانة كاتبة وملحنة ودابا نتجت يعني مسرحية ومشيت حتى البوليود وشدوني الناس كبار تمايا اللي كيعترفوا بالفنان، قالوا لي دير معنا كونترا، لولا البيزنس ديالي كنت نبقى تم، لأن تما راه هي الصناعة ديال 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 الفنان. لو ما عرفوش بقيمة أميرة قصري ما غاديش يبغيو نتعامل معاهم. أولا كنحيي هاد أشواق اللي جات زارتني حتى المكان اللي أنا فيه، كنتمنى لها مزيد من النجاح. وفعلا راه أشواق راها واصلة للعالمية، لأن مادام أنا تم وشوف طلعت لي أشواق إلا راهي حاضرة وحاضرة بقوة. وكنشكر جميع الاعلاميين والاعلاميات اللي اتصلوا بيا وبغاو يديروا معايا حوار صحفي. مرحبا بالجميع، وكنموت عليكم. وبمناسبه المسيره الخضراء المضفره كنهني جميع المغاربه على هذا النجاح اللي كنفتخروا به ما بين العصور، والله يحفظ لنا المولى المنصور بالله ملكنا، الله يحفظنا الله يحفظه لنا. Thank you.